السلام عليكم أحبتي وأصدقائي متابعي قناتي الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية، وجيناكم بآخر أخبار الكرة العراقية ومستجداتها، لكن لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسون ضغط اللايك، ورأيكم يهمني تخلوه في صندوق التعليقات. يلا نبدأ الفيديو، والصلاة على محمد وآل محمد. مع انطلاق العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس العراقية، مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس يقوم بزيارة احدى المدارس، حيث نشر عبر صفحته على انستغرام قائلا: سعيد جدا بزيارة احدى المدارس ورأي جهود الطلاب والمعلمين لتحقيق مستقبل عظيم. بطولة كاس آسيا ستبدأ منافساتها بعد اقل من 100 يوم. اي نعم، بعد اقل من 100 يوم تنطلق بطولة كاس اسيا في قطر 2024، لذا نتمنى على كاس اسيا ان يستعد بقوة لهكذا بطولة. مباراتنا القادمة ستكون امام منتخب قطر اللي راح تصادف يوم الجمعة. كاس اسيا استدعى 9 لاعبين محترفين من اوروبا لمواجهة المرتقبة امام الادعم القطري في بطولة الأردن الدولية الودية اللي مثل ما لو هنا راح تنطلق يوم 13/10. اللاعبين اللي استدعاهم خيسوس كاساس إلى قائمته ابتداء من مايسترو خط الوسط والبرنس أمير العماري، والشاب علي حيدر، المهاجم علي الحمادي، والمدافع ماسيس أرتين، وارتكاز الوسط أحمد علي، ارتكاز الوسط الثاني أسامة رشيد، الجناح دانييلو، وقلب الدفاع ريبين سولاقة، والمدافع الأيسر مير خازدوسكي. أنتم رأيكم هذه الأسماء قادرة أن تنجز المطلوب وتحقق نتيجة إيجابية في بطولة الأردن اللي راح تقام مثل ما نوهنا يوم 13؟ وبرأيكم هل إن هذه هي القائمة راح تكون النهاية ويخوض بها غمار بطولة كأس آسيا، أم لمدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس رأي آخر بإضافة واستبعاد أسماء أخرى قد تعجبها وقد لا تعجبها؟ انتظر آراءكم تخلوها في صندوق التعليقات. لكن قبل ما نبدي بالتعليقات اقول لك يا خيسوس كاساس ما بقى شيء، ونحب نشوف تشكيلة النهائية اللي حتخوض غمار كاس آسيا. اما عن الوافد الجديد لصفوف منتخبنا الوطني وجناحه دانييلو السعيد الذي تبني عليه الجماهير العراقية آمال كبيرة. دانييلو نشر صورة له وكتب عليها: كنت أحلم بتمثيل منتخب الوطني بهذا العمر، وكانت أحلامي كبيرة. اليوم تحقق هذا الحلم، وهو يوم عظيم لي ولعائلتي. أما عن اللاعب يوسف أمين وما أثير حول الكلام نقل عن والدي لإحدى المواقع، حيث قال والد اللاعب يوسف الأمين: يوسف أمين هو الآن لاعب عراقي ومسجل لدى الاتحاد العراقي، وأنا بنفسي أحضرت يوسف للعراق عام 2019 من أجل انضمامي منتخب شباب العراق. هناك بعض الصفحات تثير الفتن والتفرقة بين اللاعبين، وهنالك هجمة على ابني يوسف. أما فيما يخص حول مستقبل يوسف أن يكون ضمن حسابات منتخب ألمانيا، وهل أن اسمه مدون على لائحة اللاعبين، فإن هذا ليس قولي، وإنه ما قاله هو مدرب في ألمانيا وأنا نقلته. اللاعب يوسف الأمين لم يرفض تمثيل المنتخب الوطني، وإنما مدرب النادي الألماني بحاجة ملحة لخدماته في الوقت الحالي. ابن يوسف الآن يبحث على إثبات نفسه مع النادي وأن يكون ركيزة أساسية لكي يكون أساسيا في المنتخب أيضا. هناك لاعبين يجب أن يعاملون بعناية خاصة لأنهم مواهب، ويوسف من ضمن أحد هذه المواهب. أما عن مدرب المنتخب الشباب الكابتن عماد محمد، وهو مدرب راقي، ويوسف يحبه لأنه أعطاه الثقة وعرف كيف يتعامل مع موهبة يوسف، واستغرب على بعض من ينشر على عماد بسوء. أما بما يخص دوريات الاسكندنافية، الدوري الألماني الدرجة الثالثة تفوق عليها، وهنا في ألمانيا اللعب صعب ويختلف عن ما موجود في تلك الدول، ولكل شخص له حرية التعبير عن الرأي. أتمنى أن وفقنا في نقل وجهة نظر والد اللاعب وما نسب إليه. وهذه رسالة إلى مدرب منتخبنا الوطني كاساس. هناك لاعبين بارزين في أنديتهم ورتمهم ومستواهم وأدائهم في تصاعد، وليس مستوى ثابت، لا في تصاعد يعني للأفضل.
على الرغم من تقديم أروع المستويات، إلا أنك لازلت تستبعد كل من اللاعبين أندريا صناطي المحترف في نادي سيريوس السويدي، واللاعب الآخر أحمد ياسين محترف نادي الخلود السعودي. لاعبين بشهادة الجميع لا زالوا يقدمون الأروع. أحمد ياسين بالرغم من تقدمه في السن لكنه يبدع وعنده كثير من البصمات واضحة، وهو أفضل لاعب الآن في نادي الخلود السعودي. طبعا نحن هنا لسنا في فرض لاعب هذا أو ذاك عليك يا كاساس، أنت المدرب ولك فكرك وتعرف منهم اللاعبين الذين تستطيع أن تخوض بهم غمار البطولات القادمة، لكن نحب أن نذكرك بهؤلاء اللاعبين في مستوى متصاعد. ونرجع على بطولة الأردن دولية الرباعية واللي راح تنطلق يوم 13 من هذا الشهر. منتخب الأردن يعلن عن قائمة المدرب الحسين عاموتة المغربي الذي يقود منتخب الأردن لهذه البطولة، حيث ضمت تشكيلته 28 لاعب. أما عن الاتحاد القطري اللي يعلن عن قائمة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، قائمة منتخب قطر اللي حتغوض غمار بطولة الأردن الدولية التي افتتحها بمواجهة منتخبنا الوطني. هذا وقد ضمت قائمة المنتخب القطري 35 لاعب. ونجي على ممثل العراق في بطولة الاتحاد الآسيوي نادي الكهرباء اللي حقق فوز مهم على أهل حلب السوري بهدفين نظيفين ليرتقي صدارة مجموعته بالجولة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي. وقد برز نادي الكهرباء بشكل ملفت الأنظار، حيث سيطر نادي الكهرباء على مجرى المباراة بشكل كامل، ونسبة الاستحواذ كانت لديه عالية حيث بلغت 70% مقابل 30% للنادي السوري. مبروك لنادي الكهرباء هذا الإنجاز وهذا الأداء الذي يدل على احترافية العمل الفني والإداري لهذا النادي اللي نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله. هذا وقد حصل لاعب نادي الكهرباء نجم شوان على جائزة رجل المباراة الذي استطاع فيها أن يقدم أداء باهر، توجه بتسجيل الهدف الأول لنادي الكهرباء. مبادرة حلوة قدمها نادي الكهرباء وهي الوقوف دقيق الصمت على روح الراحل شرار حيدر وإظهار صورته في لوحة المباراة. أحسنتم يا إدارة نادي الكهرباء على هذا العمل. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة صرح مدرب نادي الكهرباء لؤي صلاح قائلا أن الفوز قد منحنا خطوة للأمام، ونادي أهل حلب السوري يعد من الأندية المحترمة في سوريا. فيما صرح رجل مباراة نجم شوان قائلا استطعنا أن نقدم مباراة كبيرة، وقد نجحنا في فرض أسلوبنا وطبقنا كل ما أراده منا المدرب لؤي صلاح. أما عن مهاجم منتخبنا الوطني أيمن حسين، رسميا أيمن حسين يفسخ عقده بالتراضي مع نادي الرجاء المغربي. أي نعم، فسخ عقده وأعلن عن عودته إلى نادي القوة الجوية. وقد أعلن نادي القوة الجوية عن عودة أيمن حسين إلى صفوفه. هذا قد أعلنت أيضا إدارة نادي القوة الجوية عن اكتمال التعاقد مع حارس مرمى منتخبنا الأولمبي كوميل السعدي يقوم بحراسة مرماه للموسم القادم. أما عن مدافعنا المخضرم أحمد إبراهيم، حيث أعلن رسميا نادي زاخو عن تعاقده مع المدافع أحمد إبراهيم لهذا الموسم.